الكيان ده زي يعني زي لون الجلد يعني. طيب اعرف ان في علاقه وجذور لعلاقه تاريخيه وصداقه قويه جدا بين حضرتك وبين الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، عايزين نتكلم شويه عنه وعن علاقتك بيه. الكابتن صالح طبعا اخ كبير، عرفته من يمكن عن طريق هشام سليم في الاول، كنا بنعمل الحاجه بقينا اصدقاء جدا، وكنا جروب بنلتقي دائما، مره في البيت عنده مره، واغلبه بيبقى عندي في البيت يعني يوم الخميس بالذات. صلاح السعداني ربنا يديله الصحه، سعيد سيتهم المحامي رحمه الله عليه محامي النادي الاهلي، عبد الله فرغلي طبعا، علاء توكل ده كان من محبي ومشجعي النادي الاهلي، وكان صالح كابتن صالح يكن له احترام كبير جدا. فتقريبا كل يوم خميس بنلتقي نسمع مزيكا، وكان بيفهم قوي في المزيكا، يحب المزيكا اللاتينيه كمان بالذات، وبيسمع قديم، فبيجمعنا شيء واحد. وكان يعني بنروح نجيبه مره هنا مره هنا، كان لينا صديق اسمه حسن عرفه رحمه الله عليه، فاتح مطعم في المهندسين، كنا بنبقى موجودين. كابتن صالح اللي يشوفه في الاول يعني الصوره قدامنا واحنا بنسمع حضرتك على الشاشه، يا ريت حضرتك فاكر اللقطه او التجمع ده. ده كان عيد ميلادي انا فاكر، وعاملينه في احدى الاماكن، معايا المرحوم فاروق الفيشاوي رحمه الله عليه، والمرحوم مدحت السباع المخرج، واصر يجي وقتها وبتاع، كنا في احدى الاماكن. الكابتن صالح حاله يعني مش شخصيه كده تعدي، ده حاجه يعني لازم يتعمل عنه كتب كتير كتير. ايه اللي كان بيميزه اكتر، الحاجات اللي كانت بتلفت نظر حضرتك في شخصيه كابتن صالح سليم؟ انه فير جدا، رغم انه اهلاوي جدا ولكنه كان فير جدا. يعني الاهلي وحش يقول لك الاهلي احنا وحشين قوي، احنا يعني، وكان وده الغريب انه بيكن احترام للعيبه كبيره في نادي الزمالك، وخاصه عبده نصحي والرفاعي. كان بيكلمني كتير عن عبده نصحي، انه ابن المذبح العظيم، وما يعني كان بيروح يزوره في المذبح، منطقه المذبح يعني، واما توفى زعل عليه جدا. كان يعني احترامه كبير جدا للي احنا بنسميه الخصم او المنافس. وطبعا حتى لما كلمه الكابتن حسن حلمي انه هيجي يهنيه، قال له لا انا اللي اجي انت اكبر وانا يعني. انا اعرف ان كابتن صالح فعلا كان في علاقات ود وصداقه وزيارات على المستوى الاجتماعي والاسري متبادله بينه وبين كتير من نجوم الكوره اللي زملوه داخل النادي الاهلي او في انديه اخرى، كان حريص جدا على ده. كابتن حماده امام كنا بنسهر معاك الله يرحمه، في المذيع العظيم صديقنا كامل البطار طبعا، رغم طبعًا انه زملكاوي جدا، الكابتن كان يحترمه ويحبه جدا. لا كتير يعني، العلاقة زمان غير دلوقتي يعني، يعني برضه كانش في التعصب الموجود خالص، والإعلام ضخم المسائل شوية يعني، نوع من التوزيع أو الوضع اختلف يعني، لحسابات تجارية إعلامية أو صحفية ضرت النظرة للرياضة أو للتنافس. حضرتك إذا فتحت النت هتلاقي خبر عنوان كأن النادي ولع، وتخش مفيش حاجة خالص، فبقت الامور التجاريه طغت شويه. استاذ عمر، ليه دايما بيشار للكابتن صالح سليم؟ هو تولى قبله، هو كان نجم كبير رحمه الله عليه، قبله تولى رئاسه النادي الاهلي نجوم كبار، بعده ايضا تولى رئاسه النادي الاهلي وصولا الى اليوم الى الكابتن محمود الخطيب نجوم كبار. بينظر اليه على انه الفجر الشبه النادي الاهلي قوي دايما، ان هو ده الايديال، هو ده النموذج اللي بيشبه او بنتمنى ان يبقى شكله ويشابهه في التصرفات والسلوكيات واسلوب قياده النادي كل من يتولى اداره النادي الاهلي. ايه اللي جعله ياخد الشكل ده او السمت ده؟ هو نموذج لكلمه اهلاوي ودفاعه عن حق النادي، كان شرس في الحكايه دي، حق النادي لازم ناخده 100%. وطبعا يعني الاجيال في بدايات بقى ال 48 اما اللي ابتدى الدوري كان معاهم، طلع التلفزيون طبعا عمل شعبيه كبيره جدا للكابتن صالح. حبه النادي واخلاصه وعشقه هو ده اللي خلانا نموذج ناجح جدا. وحق النادي الاهلي ده ما كانش يعني ده ما يهزرش فيه. طب حضرتك كصديق بتشوف، قلت كتير عن مميزاته، ايه اللي كان صعب او يصعب التعامل معاه من سمات الكابتن صالح سليم شخصيته؟ ان حد يطلب منه مجامله او يعني دعوه مثلا، يعني اغلب النوادي استثناء
ما كان يكره ده تماما. يقول لك انا زي ده يعني، ده في فتره وهو رئيس النادي كان بيشتري التذكره اللي يحضر بيها الماتش عشان يبقى قدوه لكل الناس. يعني بما اما طلع قرار بمنع دخول سيارات اعضاء مجلس الاداره باستثناء رئيس النادي، رفض وركن عربيته وكان ينزل يمشي معانا عشان يتعامل مع النادي ومع الاعضاء زي باقي اعضاء مجلس. وكان كان يعني فير جدا جدا في حياته، محب فنان كمان، وكان مثقف طبعاً. مثقف عظيم، قارئ، اللغات عنده هايلة طبعاً. ولو بعض التجارب اللي كان خاض فيها عالم السينما أو تجربة التمثيل السينمائي، كان نجم وبطل في عدة أفلام سينمائية. طبعاً الفيلم العظيم الشموع السوداء. الشموع السوداء، ووصل لمستوى كبير قوي، بس هو ما حبش مهنة الفن، ما حبش طقوس. يعني إحنا بنحب نسهر نشتغل بالليل بتاع، هو كان رياضي فما حبش الفن، بعكس هشام. يعني هشام كان بيلعب كوره برضه على فكره، انما هشام حب المهنه. كابتن صالح ما حبش طقوسها. يعني قال لي اول يوم تصوير اوردر 2، راح لقى الفيلم بيبدا الساعه 4، فديك بالنسبه له كارثه. مختلف مع نمط حياته تمام. ان وطبعا يعني الفتره اللي اشتغل فيها كان مثلا بيحكي لي على استوديو مصر، ما كانش فيه تكييف بقى، والميه بتنزل بتغلي في الصيف، فما حبش. حاسس ان فيها في الوقت ده مشقه كمان مش متناسبه مع ان هو في الاساس مش محب قوي لتجربه. لا، ما حبش المهنه قوي، ورغم انه كان على فكره ذواق، يعني يشوف افلام، يعني متفرج جيد جدا وناقد جيد، يعني ممكن تتناقش جدا جدا وفير جدا يعني في رايه. يعني اما كل الناس طلعت اشاعه ان الكلب اللي في الفيلم كان بتاعه ولا بتاعه، واما فقال حطوا لي حته لحمه، اما جاي بوسه وبتاع في فدي علاقته. كان فير جدا في كل حاجه، وما كانش عنده اي طبقيه في التعامل للامانه. يعني عامل الصغير يمكن احسن من الكبير. هل حضرتك بتشوف ان تجربته على المستوى المهني والاداء فنيا نجحت في الشموع السوداء؟ في ناس شافت انه ادى بمستوى نجم كبير له خبرات كبيره في عالم التمثيل. انا شايف لو كمل كان هيبقى مهم جدا. والباب المفتوح فيلم برضه عمل فيه، كمان من الافلام العالميه في تاريخ السينما المصريه. انما هو اهم حاجه في